شو بني؟ آخ يا يابا. يعني حاسة حالك رح تنادي؟ شو بعرفني؟ شو شايفني حبلانة وولدانة ميت برا؟ يا حول الله، بوز ايدك قوم نادي للداهية الله يوفقك، رح اموت. ولك تضرب هالليلة وساعتها، ولك يا جماعة أنا زلمة تعيب وبدي نام. بوز ايدك جيب الداهية، بوز ايدك. ما بقدر. أجملك. السلام عليكم. وينها؟ جوا. وين جوا؟ وين تعني؟ جوا. صلي على النبي. يا خير، ما نمتي؟ صباح الخير. تعال. شايف ما أجمله؟ صحيح. تشرب قهوة؟ لا، بدي أعرف ليش ما نمتي. بسبب فياض. فياض؟ انت ما وعدتني لما نرجع من اجازتنا بفرنسا انه نتمنى ولد؟ صحيح. بدي اتبنى فياض. فياض؟ لكن صعب. روجي، هاد حلم عمري. ارجوك، ارجوك تحقق لي اياه. فياض، الولد الراعي؟ وين أبوه؟ أبوه الله يرحمه
وامه؟ امه وقرايبينه راحوا لما حضرتكم شرفتوا على البلد. اجرتوا بيت امها الخالديه شيء؟ لا، ليش؟ والله شيء بمخويل. لك منو هذا الشاب اللي كان طالع من بيتها؟ شاب طالع من بيت امها الخالديه؟ ايه. طيب طيب، انا راح اروح شوف شو القصه. اتكل على الله. هاي فرصتنا الحقيقية روجي. الولد يتيم وما له حدا يسأل عنه. هاي هي فرصتنا حتى نقدم طلب لتبنيه. ممكن. وهي الإذنامة. الله وكيلك على سنة الله ورسوله. وهي بصمات الشهود كمان. مشان هيك تجوزتي من غير ما نعرف، لأنه أصغر منك. كلهم كام سنة بيني وبينه. وبعدين يعني عيلته شغلته، أنت هيك راح تخلينا حكاية على كل لسان. هلا الناس شغلتها الحكي. خالدية أختي حبيبتي، يعني ما في طريقة ترجعي فيها عن هل يعني ترجعي على بيتك؟ يو ليش هو مو بيتي؟ هذا مو بيتك. هذا البيت اللي هربتي عليه بالليل وبالسترة مع هذا الولد. الولد هاد جوزي. جوزي على سنة الله ورسوله. وإن كان اعتراضك يعني على عيلته، أنت ما أخذت من عيلة أحسن. خالدية. وإذا كان على العمر. لا تحكي على العمر ابنه. أنت الحقيقة ما ضبيناك منيح من زهرك. فلت عيارك. أنا ما غلطت. أنا تجوزت. تجوزت على سنة الله ورسوله. هلا غلطتي ولا ما غلطتي؟ خلص، انت من طريق وانا من طريق، لا بعرفك ولا بتعرفيني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج منين. شو يا ابو محمد سعيد؟ ان شاء الله لك السلامه. ان شاء الله داي عند منا. الله يجيب لك اياها بالسلامه يا حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت شو بك؟ انا ما عاد اقدر افهم. بدي اشوفك. والبستان شو صار فيه؟ البستان ناطر من زمان. طيب ظبط القعدة. لكن شو ناطر؟ ايه على عيني على عيني. تسلم عينك. خاطرك. معقولة؟ خالدية خانم العاقلة الفهمانة يلي بتنصحني من أول ما أجيت على هالبيت لهلأ، معقولة تعمل هيك عملة؟ ما عم صدق. رح أجن يا حسيبة، وماني عارفان شو بدي أعمل. لا أنا جاهل لروح شدها من شعرها وردها عن هالشغلة،
ولا أنا شاب صغير لروح أعمل له قتلة لهالولد اللي ضحك على عقله وخلانا حكاية بين الناس، وماني قدران أسكت وحس حالي إنه ما بيطلع بيه بشي. طيب شو رأيك أمرق أنا لعندها؟ لا ما بتخطي لعندها ولا بتدوسي بيتها ولا بتروحي لهديك الجهة إطلاقا. خلص خلص ماشي. الخسكار صار جاهز. شو بكي ليلى؟ كأنك مالك مبسوطة. ما سمعت أهل الضيعة شو عم بيقولوا؟ شو عم بيقولوا؟ إن شاء الله مشان الفرنساوي ودورياته. وحياة عينك قدن وقدود، أنا بمرق لك من بيناتهم مثل المسلة بالعدل. أنا مالي خايفة عليك، بعرفك قد وقدود. خايفة على أبي هالختيار وأخي فياض، ولا أمي هالمسكينة، يا ترى شو صار فيهم؟ اشتقتي لهم هيك؟ لك طبعا اشتقت لهم. لك شبك انت مرعي، صار لي سنين ما شفتهم. طيب معك حق، بس والله السفره اللي عندهم مو هينه. بدي اطمن عليهم، بدي اعرف شو صار فيهم بعد الفرنسي والبومبات. طيب على كل حال بغيابي بتروحي بتشقي عليهم بتطمني، وان شاء الله ما بتجيبي لي غير اخبار السلامه. يا رب. بسرعه قوم قوم. ورزت خرواح يلا ضيق. مين؟ عبد الله. تفضل. ابو محمد سعيد. شو أم عزات؟ خلصتوا؟ الحمد لله على سلامتها. شلون محمد سعيد؟ هلا شو بدك بمحمد سعيد؟ اي والله اجتك بنت بتاخذ العقل. بنت بنت ليه؟ انا ما قلت لك ما بدي بنات؟ شلون بتجيبي لي بنات؟ والله حرام عليك، ما دخلني انا ولك يعني بالنكايا؟ بقول لك تجيبي لي محمد سعيد بتقومي بتجيبي لي بنات؟ ولك يخرب بيتك وبيت النسوان كلها. العمى بعيوني العمى، انا لك اكون قبل بنت مستوره. صلي على النبي يا عبد الحلال، صلي على النبي تعشفوا مع اهلها. قولي وهي لك كمان روحي. اوعك يعطوك جبنه بايته ولا محمده. لا تخافي. والبرغل انتبه كثير منيح يكون منقى، ويصرفوا معك برغلهم المسي. ايش اول مره بطلع عليهم يعني؟ المهم توكلي على الله انت وروحي، وبدي ارجع اسمع منك اخبار السلامه. ها يلا يلا صار. بخاطرك مع السلامه. ها يلا الله معك. يا رب. Thank you.
شو ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. عجبتها؟ هلا عجبتني عجبتني كثير. الله اكبر. خالدية بتعرفي ترسمي؟ كنت تيجي لعندي على المحل؟ هي اول مرة برسم فيها هيك. لك حاجتك سلبان، حاجتك سلبان على اول مرة. يلا اكبر. شوف 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 شلون هيك لخالدية؟ والله ما تفوت بمخي. امبارح بعد ما تركتني حمدان حسيت حالي مخنوقة، مخنوقة ومتضايقة، والتطريز بملي ما بيفرج عن روحي. ما لقيت لك حالي غير مسكت هالكرتون وصرت ارسم 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 ارسم. شايف الجنة ما احلاها؟ شو بدك بالحكي؟ بعرضي يا خالدي، يا بعرضي انها جنة عن حق وحقيقي. حسيت حالي بدي اقول له لحمدان شايف هالجنة اللي عايشة فيها واللي بدي عايش فيها حبيبي عبدو، شايف هالفرح اللي بحياتي ما شفته هلأ عم بفرحه، شايف طيران العقل اللي بحياتي ما طرته هلأ بدي طيره، شايف هالورد اللي بحياتي ما شميته هلأ بدي شمه. يا ستي شو بدك بالحكي؟ هي اللوحة للصبابة واحدة بوحدة، بعرضي للطير عقل السوق كله. بدك تنزلها على السوق؟ لا لك روحي، مدام عندك هالأصابيع الحلوة بتعملي أختر رسمة وأحلى كمان. طيب مثل ما بدك. يلا لك خالدية روحي جاهزين الفطور، خلينا كلنا لقمة قبل ما تيسر على الشغل. مو قلت بدك تقعد معي لحالنا 10 أيام هيك نخلى لحالنا وبالنا؟ لك خلصنا لك خالدية، بنزل على الدكان، بنزل على الرزق. أسعى يا عبدي الأسعى معك، الدكان ما تنترك لحالها، رح أرجع لعندك بكير منيحة. طب يا ستي رح أتغدى معك كمان، روقتي. إن شاء الله بيقبشوني هالعينتين. إن شاء الله بيقبشني فيروزي أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو مبكر؟ خير شو في أبو عمر؟ ما في شي ما في شي، شوف شغلك. فوتي ليلى فوتي، الله يصبرك الله يصبرك. دخيلك يا ابو محمد سعيد، دخيلك والله. الله يرحمك دخيلك يا ابو محمد سعيد، دخيلك عم قالها لك ان بنتي تصير مستورة. يا حويلتك يا عبد الله، بعد هالعمر يجيك بنت؟ أعوذ بالله، أنا يجيني مستورة؟ قالوا لي جماعة إنه إجا واحد فرنساوي معه مرة أخدوه وراحوا. دخيلك يا خالتي ما بتعرفي لوين أخدوه؟ صدقيني ما بعرف. ولا لا بتعليك يا أخي، ولا لا بتعليك يا أخي. طولي بالك يا بنتي الله يرضى عليك. طولي بالك اللي حدا يا خالتي، ما طول اللي حدا. طولي بالك حبيبتي، طولي بالك، الله يصبر قلبك يا رب. هلا فوزية كيف؟ شلون أمك؟ لساتها ضعفانة؟ ماشي حالها أحسن صارت. شو ما لحقت لي الرسمات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله عرفان بدك تقولي لي هيك. إذا الغربة نقوا بنسكب، قول أمر الله، بس قرايبينا بدهم نقوا كمان.
طولي بالك علينا. لك شو هالرسمة هي لك عبده؟ لمين هاي؟ مو لحدا مو لحدا. ورجيني اياها. لك مو للزباين هاي. ورجيني اياها. شرفي تفضلي. رح اطالع منها كذا رسمة، حرام تكون على تطريزه واحدة كبيرة. يا سلام يا عبده. شيء كثير حلو. الله يخليك نقل لي اياها. عم نقول لك حرام تكون على تطريزه واحدة. معلش انا هيك بدي اياها، وقد ما بدك قد ما بدك خذ، بس نقل لي اياها. طيب ماشي امري الله، هاتي. شبك حاج حمدان؟ شبك ساكي؟ احكي لك شي كلمة. وحق خالق الخلق انه عبد الله بيستحكي يعمل عمايلك، هلا كله لانه اجاك من ايه؟ اعوذ بالله، مين قال هالحكي؟ قال ليش هو حاطط الحزن بالجرين وقاعد؟ لا من تمك ولا من كمان. بتضايق بتضايق، راح بختلف. يا اخي فضفض واحكي، فشل قلبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونك يا حاج حمدان على المصيبة اللي اجتك. الله يكون بعونك. لقيت المنشور ابو محمد؟ ايه بدي يا مختار. كثير منيح، اقعد. يا الله. بنقول له عنه اسم الضابط الفرنساوي اللي كان مسؤول هون. طيب. هذا المنشور زتوه الفرنساوية بعد ما هجموا علينا. كتر خيرك. خير الله يا بنتي. بتعرفي الرسمة تبعك اليوم لكم زبونة رسمتها وكلياتهم طاير أعلم فيها؟ هلا المي السخنة جاهزة، بتريح رجليك هلا من بعد العشاء؟ هلا تبريني هلا، هلا يرضى عليك. يا عدائك جاهز. لك شو هاد؟ شو هاد لك خالدية؟ وين عم تطلع معك كل هالشغلات؟ لسه ما بتعرف. لا والله لسه ما بعرف. لا تصير تحب مثلي، تفهم علي؟ ما فهمت عليكي. والله ما بعرف يا عبدو، بس قبل ما اشوفك كنت حاسه حالي مثل جره مسكره ومخنوقه وجواتها شيء عم يغلي. لا اللي برا شايفين شو اللي عم يغلي جواتها، ولا الجره نفسها بتعرف شو هذا اللي عم يغلي ولا ليش عم يغلي. ايوه ايوه. وبعدين طلعت اللي انت حسيت وقتها هيك كانه على غفلة انكشف الغطا وطلع شيء من جواتها. شو هذا اللي طلع دخله؟ هذا اللي قدامك. لك يا الله يا خالدية قديشك حلوة وقديش أصابيعك حلوين، لك قديش قلبك حلو. هالقلب الحلو هذا اللي عم طالع كل هالحلاوة قديشه حلو. بس لا تنسى انت اللي طلعته من الجرة وبينت حلاوته. رح روح جيب لك الطشر تنقع رجليك ودلك لك يا هون. لك روحي الله يرضى عليكي، إن شاء الله ما يبلى الزهري ما يتخ. قليلي شو ناوية تعملي هلا؟ بدور على أخي، ما عاد بقلي غيره. ما
وجوزك يا بنتي. جوزي؟ خليني لاقي اخي بالاول. الله يجمعك فيه يا رب. امين يا رب. يلا خاطرك حبيبتي. الله معك. بخير. وانت بخير يا حمد. الله الله معك. يا الله شو حلوه. بس شو؟ بقدر طرز هيك شيء؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يعني. مرحبا عبدو. اهلين فوزية، كيف امك؟ لساتها ضعفانة؟ منيحة ماشي حالها. ايه الحمد لله. وهي جبت لك معي جارتنا، وعلى قد ما حبت الرسمة اللي رسمت لي اياها صار بدها تساوي لنفسها. ايوه عال عال ممتاز. فرجيني لشوف. لك شو هاد لك عبدو؟ شو ها؟ صاير عم يطلع معك شي حلو هالايام، نقلي اياها. مالي غير المحفر، وهداك بيدير لك وين الولد الضايع وبيجيب لك اياه. طيب وينو هذا المخفر خالي سعاد؟ وين؟ انا بدلك عليه، تعي معي. الله يرحمها امي، كانت كثير منيحه وغاليه علي، وانت كمان غاليه علي. تسلمي يا رب. يلا يا عبد الله، لسه ما خلصت. نروح على اشغالنا. طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعه. على اذنكم. مرحبا بشاكر. اهلين عبدو. يلا يتم عليك، شو هالزحمه اللي عندك؟ سيدي الله كريم، عاوزك شوي. خير. الحقني على الجامعة بعدين بحكي لك، لا تطول. ايه ماشي. ولد صغير، عمره تقريبا شي 10 سنين، اسمراني ولابس جلابيه بيضاء. بتشكي بحدا؟ حدا خطفه، حدا اخده؟ ايه بشك. بتشكي بمين؟ اكتب. قالوا لي في واحد ضابط فرنساوي اخده. هي اسمه. وبتعرفي اسمه كمان؟ يخرب بيتك، منين عرفتي هالاسم؟ يعني عرفته سيدي؟ روحي من هون، روحي، تضربي انت واخوك. شوفي يا سيدي شو صار؟ مو هلا قلت لي رح ترجع لي اخي؟ قلت لك روحي، تضربي انت واخوك. تعي يا عسكري، طلعها لبرا. لك ليش يا سيدي انا شو عملت؟ لك انا بس بدي اخي يا جماعه. قال شو؟ قال يلي اخذ لاخوها الكومندان روجيه لبنان. يخرب بيتها، هذا مين بيقدر بيحكي معه حكي؟ لك عمي الله يوفقك، روحي لا تبلينا بحالك، سعره بسعر كل هالولاد اللي ضاعوا. الله يوفقك، الله يخليك يا اخي. ايه روحي دوري عليه، روحي دوري عليه. ان شاء الله الله. ساعدك هون. لك هلا انت مو بدك اخوكي؟ ايه. ولك يا عيني، شايف هالمخفر وكل اللي فيه كلهم ما بينفعوكي. لك يا اخي مين بينفع لي لك؟ ولك يا اختي ما لك غير الحاكم العسكري، روحي لعنده هو بيجيب لك اخوكي. وهذا الحاكم العسكري وين بلاقيه؟ بوسيده تدلني عليه. تمشي دغري، اول دخل على اليسار بتوصلي على الساحه، هنيك بتسالي عن الحاكم العسكري، بدلوكي عليه وبتشتكي له. الله يكثر خيرك، الله يوفقك. الله يعين العباد. يلا دستور دستور. خلاص يا جماعه طولوا بالكم، خلاص. لا لا لك اسمعونا، خلاص كلياتكم رح تاخذوا رسماتكم. بس بده حفظتي اساميهم ابشاكي. على عيني عبدو. شو اسمك يا اختي؟ لك شاكر؟ تعال شو تعال؟ تعال هون. خير. لك شو عم تعملوا؟ شوي بس لتخلص الزحمة بعد اذنك. الله يخليك. مرحبا معلمي. اهلا وسهلا. ما تواخذني يا معلمي، انا استعرته. كنت مضغوط شوي بالشغل. هيك لك اه. هي بسيطة بسيطة يا عبدو. كتر خيرك معلمي. سبحان موزع الأرزاق. بسيطة. على كل خلي عبده يبقى هو يدفع لك الفلوس. يا مسكينة على هالحظ، منين بدك تعيش لتلاقي أخوكي؟ إن شاء الله ما بطول. وإذا طولتي؟ بشتغل. شو بدك تشتغلي؟
بتعرفي انا جوزي حواج وانا بشتغل حواجه هون بحما. الناس ما بدها حواجين، الدكاكين مليانه. لك شو بدي اشتغل؟ في نسوان بيجيبوا جبنه وبيبيعوها، وفي نسوان بيجيبوا حليب ولبنه وبيبيعوه، وفي نسوان بيجيبوا بابونج وزعتر بري. ايه الحمد لله، هي الشغله بعرفها، اذا تضايقت بشتغلها. واقف ولا تعال هون. تعال. انا سيدي تعال محيط. شو اسمك؟ اسمي عبدو سيدي. عبدو شو؟ عبدو الرسام. عبدو الرسام، حلو كتير، شرف معنا. لوين سيدي؟ على المغفر. بعرضي ما عملت شي يا جماعة، والله ما عملت شي. في جوز كلامنا نحكي لحنا وياك. طولوا بالكم يا جماعة. عاجل كثرة حكي، شاطوه. يلا يا جماعة طولوا بالكم. يا طلاب ما عملت شي. تجوز مرة من وراء أهلها؟ والله يا قالت لي يا سيدي، قالت لي إنه ما لحدا وما حدا له عنده شيء. اسمعوا لا، هي الحارة مو حارتك، وهذا البيت اللي كنت رايح له مو بيتك. إذا بشوفك بالنهار أو بالليل، بالعتمة أو بالضو، إلك معي حساب عسير، فهمتوا لك؟ أمرك سيدي أمرك. يلا ولا، طلع على بيتك. الله يا سيدي. استنى لوين هاي؟ على البيت سيدي. على البيت. على بيت اهلي سيدي، بيت اهلي. ايوه يلا تيسر. الله معك. السلام عليكم. كثير بالك على حالك. والله مو معقولة. قديش صار لها متجوزة؟ لا زرناها، لا باركنا لها، لا رحت هنيتها. بتلاقيها معقولة ومزبوطة يعني؟ وينه وينه؟ مين؟ عبدو. عبدو صاحب المحل وينه؟ حسيبها زعلانة مني. انت زعلانة من شيء؟ ليه؟
ذاك اليوم لما اجيتي لعند مني على السوق انت وخالديه خانم لوين رحتوا؟ فياض 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 يا فياض وين رحت؟ فياض متجوزني وحده اكبر منك بسنين وما بتجيب اولاد كمان. يا ماما يا ماما بوس ايدك عملك تعال الله اسكتي بقى.